ستات البيوت يا حلوين يا اللي فاكرين ان انتوا بقى ايه اقرب طريق لقلب الراجل معدته. احنا هنا في مكان ابتدى من زمان ورا قصة خلت الريحة اللي انا شماها تخليني ما اقدرش ادخل مطبخ. احنا يا اهالينا في عابدين عند بجة اللي بيعمل احلى فواكه لحوم في مصر، بس المشكلة مش في دي، المشكلة ان اللي بيعملوه كتير، بس المشكلة ان القصة اللي وراه هي اللي اهالينا لازم تسمعها. استاذ بهجت مساء الفل. مساء النور يا راجل، ده انت اشهر من اي حد. ده كرم الله والله، الريحة قلبة الدنيا الحمد لله، بس ده هنجيله في الاخر. تمام، انت مين والفكرة ابتدت ازاي وايه اللي خلى بجة يجيب اهالينا يسمع حكايته؟ هي الفكرة بدأت ازاي؟ انا اساسا جدي كان شيخ الجزارين، جد ابو امي، وخالي كانت شغلته دي. تمام. لكن انا ابويا وعمامي في حاجة تانية خالص، مجال تاني خالص. حتى انا لما خلصت تعليم اتوظفت في المصرف العربي الدولي. انت اصلا معاك شهادة؟ اه. ممتاز. رحت 5 6 ايام وبعد كده قلت لا مش هروح تاني. ليه؟ انا كان نفسي اعمل حاجة، مش نفسي ابقى نمطي. اللي عمله مش احسن مني. نزلت اول حاجه اشتغلت مع خالي وابن خالي الله يرحمه. تمام. ابن خالي وليد الله يرحمه ده هو اللي علمني كل حاجه في الشغلانه. هم جزارين راسمين مصامد. جزارين جزاره ولا ابتدوا في المصامد بقى ومصامد وراسمين وكده؟ حلو. اشتغلت معاهم صنايعي. صنايعي لحد 2004. تمام. في 2004 انا خلاص الحمد لله لقيت نفسي ان انا اقدر افتح محل واقدر اعمل حاجه ربنا كرمني، خدت المحل الصغير اللي هناك خالص ده. ابتديت بمحل ولا عربيه؟ لا المحل الصغير خالص ده اللي في الاول الصغنن. ده تمام. خدت المحل الصغير بالعربيه اللي بره دي بس. حلو. يعني هي العربيه اللي بره دي والمحل اللي ورا بس، ما ياخدش ترابيزه حتى جوه. تمام.